مشاهدينا، والوقوف أكثر على فساد المشاريع الخدمية وتأثيرها على حياة المواطن في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية الأستاذة ثائرة أكرم العبيدي. السلام عليكم. الله يسلمك، حياكم الله. أهلا بك. يعني شكاوى مستمرة من تلكؤ المشاريع في العراق عامة وفي بغداد خاصة، إلى متى يستمر تلكؤ هذه المشاريع؟ طبعا نحن نعرف عدم وجود إجراءات للمحاسبة فيما يتعلق جميع مؤسسات الدولة خاصة عن تنفيذ المشاريع بسبب الفساد اللي يشمل كل مؤسساته، ويعد هو أحد أخطر الصعوبات اللي تنخر الدوائر الحكومية للدولة العراقية. طبعا ناهيك عن ضعف القدرة على استيعاب مبادئ السياسة المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها السياسية على المؤشرات. طبعا هذا ما نلاحظه من خلال كثرة اللجوء إلى الموازنات التكميلية بسبب تغييرات أسعار النفط وتغييرات ارتفاع أسعار الدولار، خاصة يعني هذه السنة 2023. وهناك ايضا هناك بعض المحافظات والوزارات اللي تعاني من ضعف اداري وفني، لا تنسى هذا الاجراءات ترتيب بعض من المشاريع والروتين الاداري والظرفات والمركزيه اللي تتميز بها الوزارات والمؤسسات مؤسسات الحكم المحلي في المحافظات المحافظه وغياب كثير هناك المحافظه وغياب التخطيط السليم وتداخل الصلاحيات وتفشي ظاهرة الفساد بين الموظفين اللي هم يعتبرون يعني نعم يعتبرون هم المنفذ للمدراء الكبار. نعم تمام. يعني المجاملات والمحسوبية كيف تعمل في إسناد هذه المشاريع في تفاقم المشاكل في العراق؟ نعم، طبعاً الحكومات العراقية من عام 2023 حد يومنا هذا ليست لديها خطط واهتمام بكثير من الأمور، من ضمن النقل والمواصلات والطرق. طبعاً نحن نفتقد حالياً كثير من الأمور اللي تخص بالنقل العام، معنى الحقيقة مثل المترو والباصات اللي هي الحديثة اللي هي تؤدي تخفف من كثير من معاناة المواطنين. طبعا خاصة في يعني العاصمة بغداد بحجم يعني بغداد عدد سكانها 10 ملايين نسمة، طبعا بها كثير من يعني كثير من المركبات وما تستوعب الطرق الحالية، تحتاج إلى تفصيل نقل جماعي وإعادة الضوء مجددا لمشاريع كما المشاريع الحديثة مثل المترو وغيرها. مع هناك ايضا احصائيات كثيره لدى وزاره التخطيط، هناك كثير من المشاريع تقاسمتها الاحزاب والمسؤولين في الدوله اللي هم اساس الفساد واساس السرقات اللي تحصل عن طريق هذه المشاريع الكبيره. نعم. يعني اذا كان الفساد هو العامل الاساسي في الازمه التي تسببها هذه المشاريع، متى سيتم محاسبة المتورطين في هذا الفساد، وخصوصا أن هناك ميزانيات مليارية ترصد إلى أمانة بغداد؟ نعم غالبية الشركات اللي أحيلت لها المشاريع كانت تابعة للأحزاب، مدعومة من سياسيين ماديين ومرتبطين بمسؤولين بالحكومة. طبعا لا تخضع التقييم الفني ولا حتى القانون. تدخل الأحزاب أيضا، هناك تدخل أغلبية الأحزاب، هذا إذا ما قلنا كله في عمل الوزارات اللي تنتمي إليها، ينتمي إليها الوزير الفلاني، يعني فضلا عن عدم تفعيل القوانين الرقابية، خاصة في وزارة الإعمار والإسكان تتحمل المسؤولية الأكبر، لأن أغلب المشاريع اللي أعطيت من قبلهم هي بناء العلاقات الشخصية ووجود مشكلة فيما يتعلق بالآليات التقاعد التعاقد اللي تضمن فترات توقف من قبل الشركات دون أن تكون هناك محاسبة. طبعا اتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات
المتمكنة وتحميل كلفة التأخير وكلفة عدم تسليم المشاريع. وهناك كثير من المقاولين اللي أخذوا الأموال وهربوا إلى الخارج. هذول أيضا عندهم يعني كلهم عندهم علاقات مع المسؤولين ولديهم حصص. المسؤول ما طبعا ما يطلع من هذه الأمور إلا ما هو كسبان من هذه الصفقات الفاسدة. نعم. يعني الأزمة التي المرورية التي تضرب العراق بصورة عامة وبغداد بصورة خاصة يعود سببها إلى الفساد كما ذكرتي. طيب هذه الأزمة تتسبب بخسائر مادية كبيرة وتتسبب أيضا بتعطيل لوقت المواطن وكذلك المؤسسات الحكومية. متى يتم حل أزمة المرور وفك الاختناقات التي تتسبب بعطل كبير وخسائر كبيرة؟ نعم طبعا معاناة المرور ما تخص فقط المواطن، طبعا تتعلق أيضا هم الضباط نفسهم ومراتب المرور قبل غيرهم. طبعا هذول الرجال يواجهون قساوة الظروف الجوية ومخاطر الطريق وتجاوزات السائقين وأيضا عدم توفر تقنيات المرور التي يعرفها العالم، ونحن ما عندنا هاي التقنيات متوفرة، وأيضا الإشارات الضوئية الذكية وغيرها ما يعني نفتقر هاي الأمور. والأوضاع بعيد ناهيك عن الأوضاع الأمنية اللي يمر بها البلد. طبعا هناك أيضا الازدحامات اللي تصير دائما بسبب كثرة المركبات وقلة الجسور. وأيضا هناك أيضا الدوائر المرورية بالعراق تحولت إلى واجهة من واجهات الفساد المستشفي في عموم الوزارات والهيئات الحكومية. نشكرك يا شكر الجزيل من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي، شكرا جزيلا لك.